عدل؟ أوكي. السلام عليكم، أنا جعفر، والحلقة الأولى من NBA 2K My Career، أول حلقة في سلسلة My Career. My Career اللي تسوي لك لاعب وتبدأ من الصفر. اليوم نسوي اللاعب الخصائص اللي احنا نبغاها بناء على طلباتكم، ونبدأ من الصفر في هذه السلسلة الجديدة. سميت اللاعب XY لأن ما عندي اسم له، يعني بنختار له اسم بطريقة ما، يعني بوينت جارد، اللاعب اللي هو صانع اللعب وبس، رقم الصفر. الآن المهم جدا خصائص، تعرفون من قلت لكم من قبل، قلت كثير أني أحب أختار الأمور الدفاعية، لكن بناء على الطلب راح اختار لاعب مسدد جيد وصانع لعب جيد، فراح نختار الدائره اللي فيها الاخضر والبرتقالي اكثر شيء. ونفس الشيء في الاجيليتي، نختار ان اللاعب يكون اسرع شيء ممكن، لان هذا الشيء اللي يهمنا. الان نجي لتوزيع البوتنشل، توزيع النقاط. اوكي، بما ان احنا الشوتينج نفلل الشوتينج كلها، بلاي ميكينج نفللها كلها، يصير عندنا باجز 22 شوتينج باج في التسديدات، بيطلع لنا 22 وسام و22 ميزه زياده، 23 في البلاي ميكينج، ممتاز جدا جدا جدا. الآن إلى الأمور الثانية، الاختراقات 85 لكلوز شوت بيكون ممتاز جدا، لدرايفنج اللياب 77، لدرايفنج دانك 69، يمشي حالة اللاعب. في الدفاع ما في كثير، لكن نقدر نقول لترال كويكنس يحتاجها، البراميتر ديفنس يحتاجها، الستيل يحتاجها. يبقى عندنا 8 نقاط، لكن إذا حطيناها في البوست هوك نزيد 1 باج. جسم اللاعب ما تفرق في اي شيء، فنختار اي شيء، لكن اللي يفرق زي ما نعرف طول اللاعب، هل نختار لاعب اقصر او اطول؟ بما ان احنا بنختار مسدد وما هو مدافع ممتاز، ممكن الطول ما يكون يعني شيء اللي نحتاجه اكثر شيء، فخلينا نشوف. اذا نقص طوله الى 6-0 اللي هي 6 فيت او 6 قدم او 0 انش، مثل تقريبا ألين إيفرسون، فبيزيد في البول هاندلنج، يوصل ل 94. اوكي بشوف، ممكن نرجع الوزن، نزلت وزنه لاقصى شيء عشان يزيد الاكسلريشن اللي هو التسارع. الوينج سبان اللي هو طول اليدين نفسهم بنقصها لاخر شيء، يقل عنده الستيل لكن تزيد التسديدات. اذا نزيدها يعني فراح اقللها الى اخر شيء عشان تزيد التسديدات. صراحه متحير بين الاولى شات كرييتر والثانيه اللي هي بلاي ميكر. الاولى شات كرييتر يقول لك انه بيكون اللاعب اذا اخذ هذا التيك اوفر بيكون فعاليته كبيره جدا لما يصنع لنفسه تسديده، يعني يعدي من اللاعب وهو يسدد، هذه التسديده بتكون فعاليتها اكثر. الثانيه اللي هي البلاي ميكر، ان اللاعب بيكون فعال جدا وبيكون متميز جدا في سالفه الكروس اوفرات وكذا، لما يصير عنده البلاي ميكينج فبيطيح اللاعبين اللي قدامه، مسوي عليهم حركات اللي نحبها لما نشوفها. ف اتوقع بحط بلاي ميكر. الان يقارنوا لاعبنا يقول لك سيميلر تو محمود عبد الرؤوف وتراي يانج وديميل ليلر، يعني بنبدا بهذه الطاقات لما يكون الاوفر اول حقه 60، ونقدر لما نوصله الى 99، انت توصله ل 95 بالتقويات العاديه، بعدين توصله ل 99 بكثره اللعب، الى 95 هذا اللي تقدر بالطاقات اللي انت اما تشتريها او انه يفتحوا لك المجال فيها. من 95 ل 99 هي تعتمد على لعبك والمباريات اللي تلعبها سواء في البارك او في المباريات العاديه. وبما اني لعبت ماي كارير من قبل وسويت يعني لاعبين من قبل، فهو الان أني هل تبغى تبدأ القصة أو تبغى على طول تدخل NBA؟ ما أن هذه أول سلسلة نبدأها من الصفر، فأكيد راح نقول لا لا حبيبي دخلنا القصة كاملة. لو بعدين خلصنا هذه القصة ونسوي سلسلة ثانية بعدين نروح على طول NBA، لكن هالمرة لا، نبدأها من الصفر. لحظة لحظة، تبغى ترجمة؟ موجود من خيارات اليوتيوب نفسه، تضغط هذا حرف السي طلع لك الترجمة. هيا هيا يلا يلا هذا قبل المباراة. بي سيتي كمان بي سيتي. هذا انا طبعا بغير وجهه، لان كل ما العب نفس الوجه لان بغير وجهه بعدين شكل الوجه هذا مع الاسم. The Coastal Conference Championship is set to tip off, and after three consecutive final losses, can Bay City finally get over the hump? Kevin, if it's going to happen, it has to happen behind their senior, the man they call Shea, who could have went out after his freshman year. That's right. He has a chance to cement his legacy. He is the storyline for sure in this one. Yes, he okay. is. Let's go, Shea. Let's go. Shoot it, Shea, right there. Come on. Come on. Come on, Emmett. واو 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 من اولها. اتعود على لاعب قوي انا. اوه ماي جاد. اوكي حتى ريبون ما ياخذ، عطني هب. اوكي اوكي ثانك يو فرانك. اسيست. اوكي
طلع على لاعبي كيف قصير بينهم صايره مره قصير. اوكي يلا يلا يا ولد يا ولد يلا 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 اخيرا سجلت اخيرا سجلت. تعود على لاعب قوي هذا مع اني ادري ان اللعب ما هو محطوط هول فيم. لما تبدي اللعبه هذه مال الجامعات ما يكون اصعب شيء. كل لاعبي اخذت اوكي روح يا الله علي الله علي مع البيك هاند رول. لأنه بلكني طلعني المدرب. الثلاثية الأولى يمكن ثاني ثلاثية سجلها في الشريط. واضح واضح ان المستوى اساسا في مباراة الجامعات مو اقوى شيء. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني اكس 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 واي 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 يا عيني. يا اسمث يا عيني على تسديداتك البايخه يا اكس 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 واي واي واي. يا ولد يا ولد يا ليوب انا يا ولد متعود عليها اليوب لاعبي ال 99 يا ولد اكس 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 واي 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 اسمع حلو. يا عيني يا عيني يا عيني على الميد رينج يا عيني يا اكس 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 واي واي واي. يا عمري يا عمري السموث في اللياب يا عمري يا سميث. او اكس اكس اس واي واي والله لا تعبكم بالتشويت والله. اوكي هذا هذا من الجزء من القصه. كيك روكس كوبي ام جوين ا كونجست نايت ماي نيم يوكو از لي بلاي بوي ذاتس ذا واي يو جو اوت باودي جاي هاي ثانكس كوتش وي جيتين ذا تشامبيونشيب ذس يير ايذر واي يس سير. Well, we ain't gonna find out until tonight or tomorrow on Porter. I know, it ain't easy watching your brother fall like that. But hey, listen, don't let a moment of darkness take away from what y'all did tonight. This is what we work for, all right? Y'all brought Bay City back. In fact, you might have saved my job. When we find out our seed, we'll get back in the gym and keep this going, all right? All right? All right. All right. All right, good. Good job. اتوقع هنا وقت مناسب ننهي فيها حلقه اليوم لان صارت كثير قاعد اسجل حق هذه الحلقه. عموما يعطيكم العافيه على المشاهده. اعطونا رايكم في الحلقه الاولى في في البلد اللي سويناه. لا تعطوني رايكم في المباراه اللي لعبتها لاني لعبت بشكل مخيس. بس اشوفكم ان شاء الله بكره ولا بعد كم يوم في الحلقه الثانيه. يعطيكم العافيه على المشاهده. سلام.